نظمت اليوم دائرة الحكومة الإلكترونية في إمارة الشارقة في فعاليات أسبوع جايتكس للتقنية للعام 2016 تجمع فيها 32 هيئة ودائرة حكومية محلية من الإمارة لتستعرض الدائرة خلالها جميع تحضيراتها للحدث تحت مظلة حكومة الشارقة، حيث ترأس الورشة الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية بالشارقة بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المشاركة في المعرض. وتناولت الورشة مناقشات ذات محاور عدة مرتبطة بالمشاركة في المعرض، حيث تم خلالها تبادل المعلومات بين المشاركين. وتولت الدائرة مسؤولية تنظيم جناح حكومة الشارقة في أسبوع جايتكس للتقنية للعام 2016 بصفتها الجهة المسؤولة عن توفير كل الخدمات والبنى التحتية الضرورية لتلبية متطلبات عملية التحول الإلكتروني والرقمي لجميع الدوائر الحكومية في الإمارة. وقد تم تعريف الدوائر المحلية بالخطط والأنشطة المزمع تنفيذها في المعرض ضمن الجناح الموحد لحكومة الشارقة والخدمات التي توفرها إلكترونية الشارقة في المعرض، وذلك بهدف تفعيل الرؤية الرقمية الموحدة. إمارة الشارقة دائما متميزة في كل شيء الحمد لله، يعني تميزنا العام السابق بمنصة الحمد لله يعني كانت متميزة بشكلها وبخدماتها. السنة هذه إن شاء الله المنصة بتكون أيضا متميزة. إمارة الشارقة هي إمارة صديقة للبيئة، وهذه السنة إن شاء الله يعني المنصة بتكون صديقة للطفل وصديقة للبيئة. أهدافنا كثيرة، منها أن نوصل رسالة للجمهور أن إمارة الشارقة طبعا هي تسابق أو تنافس الجميع في خلال تقديم الخدمات اللي بنقدمها إن شاء الله. ننتظرهم أن يزوروا ويتطلعون على هذه الخدمات المتوفرة إن شاء الله. سوف تتميز المنصة هذا العام بشكل مميز يعبر عن روح الشارقة، حيث أن الشارقة تتميز بتصميمها الجذاب، فستكون تفرض البيئة فيها، فسيكون اللون الأخضر هو الطاغي في المنصة.